مهلا من أجل ترسيخ تعاون مشترك بين المغرب وهولندا في مجال التنمية والهجرة. لا شك أيها الحضور الكريم أن مسألة إدماج المهاجرين سواء القاطنين بهولندا أو العائدين إلى المغرب تعتبر مسألة ذات أهمية قصوى، على اعتبار أن هذه العملية تساهم في خلق جو من التعايش والتعاون من خلال تبادل الرؤى واقتراح الآليات الكفيلة بها بالوصول إلى أهداف استراتيجية تتموقع في سيرورة تاريخية تربط المغرب بهولندا. إن المجهودات المبذولة في هذا الإطار ليست وليدة اليوم، بل تمتد إلى أول عمليات الهجرة إلى هولندا، وقد أصبحت مثلا هذه اللقاءات تقليدا راسخا في علاقات بين بلدينا وخاصة إقليم بركان، باعتباره أكثر الأقاليم التي تتميز بتواجد جالية مغربية بهولندا. أيها الحضور الكريم، وفي ذكرى تأسيس هذه المؤسسة التي تسجل حضورها المتميز في دعم المهاجرين العائدين والمشاركة في موقعها في العملية التنموية بالإقليم، نقف جميعا وقفة تقدير وامتنان ما تبذله من مجهودات خدمة للمهاجرين خاصة العائدين منهم، وهي بذلك تكون نموذجا حيا لمجتمع مدني يتفاعل مع القضايا واقعه والتواصل ويتواصل مع مختلف مكوناته من أجل أداء مجتمع أفضل خدمة للوطن والمواطن، وذلك أفضل تعبير عن الفعل الجمعوي الواعي بدوره ومسؤوليته. لا بد أن أؤكد هنا دور المجتمع المدني في دعم مثل هذه المبادرات باعتبارها إطارا للتعبير عن الحالة الاجتماعية لجاليتنا سواء بالمغرب أو بالمهجر، وهذا الأمر من شأنه أن يؤسس أرضية صلبة تتشارك فيها مختلف أقطاب المجتمع من أجل إيجاد حلول ملائمة لمسألة الهجرة أو العودة انطلاقا من رؤية واضحة للمعالم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية سياق الممارسة من أجل ضمان شروط عيش كريم لجاليتنا، وفي الوقت نفسه متابعة مسار التعاون المتميز بين المغرب وهولندا. وفقكم الله وطال مقامكم بيننا ظهراننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.